النهارده ان شاء الله تكملي في الفريق. فيكشن النهارده طويل شويه. فيكشن النهارده طويل شويه. فاستحمل لان يعتبر الاسبوع اللي جاي هيبقى في سليم شيت. والاسبوع اللي بعده ميد تيرم. يعني كده نسبه كبيره الميد تيرم هيجي لك سؤالين. هيجي لك سؤال فريم هيجي لك سؤال ايه؟ ماتش. لارج جيرد. اللي فاكر حاجه من الفيكشن اللي فات انا قلت في الفريمات في حاجه اسمها كونكشن. حاجه اسمها ايه؟ كونكشن. صح كده؟ كونكشن دي انا قايل لك هي بالنسبه لك الميدي بليس دي كده ايه؟ كونكشن رقم واحد. والكونكشن الثانيه اللي هي الجوينت الرابطه بين الكاميرا والايه؟ والعمود. الاثنين دول مش هيجوا لك في الميد تيرم. الاثنين دول مش هيجوا لك ايه في الميد تيرم؟ مع ان كده كده ده المفروض تاخدهم عشان تكمل تسنون الفريم. زي ما قلت لك احنا هنا في تسليم وهنا في تسليم. بعد كده بس دول ايه؟ احنا مش هناخدهم قبل الميد تيرم هناخدهم بعد الميد تيرم. تمام كده؟ فلو هناخد بعد الميد تيرم يبقى الاثنين دول ايه؟ مش حامله يبقى خطوه تلاقي خطوه ورا بعض هنا اللي هي ديزاين كونكشن مش هنعملها. تمام؟ فدي طالما مش هتعملها هي دي عليها وقت في الامتحان امتحان الفاينل. فاكيد الدكتور هيجيب في البليس ليها هيجيب ليها بديل اللي هو مين بقى؟ اللي هو سؤال لارش جيرجر. اللي هو سؤال ايه؟ لارش جيرجر. سؤال لارش جيرجر هتكلم. تمام كده؟ سؤال لارش جيرجر هو عندي نوعين نوعين يا نوع هيلو ستراكشر يا نوع يا نوع يكون انت اللي تروح تجيب الاحمال. يعني يعني لارش جيرجر بس كده كده فانا برسم الهنج ده هرسم لك عمود بدال. هرسم لك ايه؟ عمود بدال. واقول لك ان الارش دولار ده في هنا انترميديت هنا. واكون انا مديك اللون، انا اللي اديك اللون، انا اللي ايه؟ اللي اديك اللون، مش انت اللي تجيبه لي. زي الشيت، الشيت هتكون انا من ايه؟ بنشوف البلاطه، بعد كده بلاطه رايحه على سكند يمين، سكند يمين تاني بيكون في نص الدول، وهكذا بشوف بعد كده طال، في طال، في هانجر، والكلام ده. اما انا هنا في هنا طول؟ لا. في هنا هانجر؟ لا. تمام بالنسبه لي الارش جيردر ده مش المفروض فيه قوه افقيه قوه افقيه هتروح على الطال هيبقى كده مفيش طال القوه الافقيه هتروح على مين؟ العمود على العمود القوه الافقيه هنا بتروح على مين؟ فكده العمود بدل ما يتصمم بدل ما يتصمم على بي قطر توني هيتصمم بي قطر ومومنت جاي منين؟ من القوه الافقيه بتاعت الايه؟ بتاعت الارش جيردر كان قبل كده كنا دايما بنصمم العمود اندر ايه؟ بي قطر توني ان العمود بصممه كومبريشن ومومنت لو كان في ويند زي مساله الشيل. تمام كده؟ كان مفيش ويند مومنت العمود بيتصمم مومنت بشرط ان مفيش ايه؟ مفيش نور. في مشكله؟ حلو. يبقى كده النوع الاولاني انت بتروح تجيب الاحمال وتبقى زي مساله الشيل عادي جدا. النوع الثاني ان هو ايه؟ هو اللي يديك الاحمال وتروح انت في اللاست راتش. الانترميديت هينج دي اكيد اكيد المومنت عندها بزيرو صح؟ فانا لما اديك القوه الايه؟ الرئيسيه حرم دي الاكشن الرقصي اللي هو 1 1 1 اه طب القوه الافقيه هجيبه؟ هجيبه ازاي؟ هجيب فورميشن مومنت وخليه انترميديت هنج ايه؟ يمين او شمال هتعرف تجيب القوه الافقيه ليه؟ رقم واحد فورميشن ايه؟ تجيب ليه؟ القوه الافقيه الثانيه حد فاهم حاجه؟ ده طريقه الاستراكشر ده لو الدكتور عايز يركب طب النقطه اللي انا بقولها دي الدكتور دايما بيجيبها في الفاينل يعني الارش جيردر لما بيجري لما بيجي الفاينل بس انا بقول عليه ده هو بيجيب هو اللي بيديك الحل وانت بتروح تحل الاستراكشر وتروح ايه؟ تجيب القوه الافقيه والرئيسيه والقوه الافقيه دي هتروح على العمود على اساس ان العمود هتصممه بي التمت ومومنت تمام كده؟ وتصمم الارش جيردر عادي جدا نتيجه الاحمال اللي عليه كيس 1 وكيس 2 تشتغل عادي. ده ليه؟ الارش جيردر ممكن يجي لك الفكره دي في الميد تيرم ممكن لان انا عندي كلام عندي كلام ان الدكتور مديها منكم بصراحه الدكتور مش يعني دايما طالما متضايق يعني اكيد هيجيب فكره الفاينل اللي بيجيبها يجيبها لك في مين؟ في الميد تيرم وخاصه ان هو كل مره في الميد تيرم كان بيجي فريم بس على اساس ان الفريم هو اللي كان بيتشرح دلوقتي هو ايه؟ عكس جاب الارش جيرد فايه اللي يحصل؟ لا يجيب لك مساله الشيء زي اللي احنا عارفينها او يجيب لك ايه؟ المساله اللي بقول لك عليها تحلها استراكشر ما كده او كده يعني اللي هي الجزء من تحت الجزء من فوق الجزء من تحت الجزء تمام هقول لك دي في الفريمات كمان هنتكلم لسه تمام كده يبقى دي كده ايه بالنسبه لرش جارد بالنسبه بقى للفريمات اي فريمات الدكتور زي ما قلت لكم مره الفيديو تمام كده احنا عندنا كذا نوع من انواع الفريمات صح؟ الدكتور في الميد تيرم مش هيصعب فريم مش هيصعب ايه؟ فريم بس هيصعب في مين؟
في الفاينل. انا قلت لكم ايه؟ ان عندنا كذا شكل من اشكال الفريمات صح؟ اللي هو ايه؟ الشكل الاولاني اللي هو بورتال فريم صح كده؟ اللي هو اسمه ايه؟ تو هنج فريم. حطيت انترميديت هنج في النص اسمه ايه؟ 3 هنج فريم. عندي فريم بالشكل ده، ده باين؟ ده ازرق باين؟ في احمر هنا. طب الاحمر باين؟ ايوه. عندي ده اسمه جيبل فريم. جيبل ايه؟ جيبل فريم. والجيبل فريم ده بيكون فيه هنا ايه؟ طول. طول. بيكون فيه ايه؟ طول. والطول ده هيبقى ريجيت اللي هيبقى ايه؟ فليكسبل زي المره اللي فاتت. يبقى ده النوع الثاني من ايه؟ من الفريمات. في نوع ثالث؟ حاجه اسمها كانتليفر فريم. حاجه اسمها ايه؟ كانتليفر فريم. ده يكون الكاميرا افقيه ويقول لك الكاميرا دي طولها 3 على 5 متر ويكون بالنسبه لي الفريم ده التيرمينال. ايه التيرمينال؟ دي التيرمينال. ده دي تيرمينال. يعني عندي ثلاث وجهين تحت وعندي ثلاث معدلات. طب وهنا بالنسبه للبورتال والجيبل؟ واحد. بالنسبه للبورتال عندي ايه؟ فيرست اند تيرمينال. اربع وجهين ثلاث معدلات. طب بالنسبه للجيبل في عندك ايه؟ لينك ممبر. فده يعتبر بالنسبه لي اثنين خمس مجاهيل ثلاث معدلات. انا اربعة واربعة. ده اربعة واربعة. وفي انترميديت دي تيرمان. يا عم انا اسف لو مفيش انترميديت هنج. لو مفيش ايه؟ لو مفيش يبقى انت في عندك اربع مجاهيل وكام معدلة؟ ثلاث معدلات يبقى ايه؟ فيرست تيرمان. طبعا لما يكون في انترميديت هنج بقى عندك ايه؟ معدلة رابعة فبالنسبة لك بقى ده ايه؟ دي تيرمان. بقى بالنسبة لك ايه؟ دي تيرمان. تمام كده؟ جميل. عندي شكل ثاني اللي هو اسمه ستاد فريم. ستاد. ستاد فريم. ستاد فريم ايه؟ لا ده انا استعد اسخن وسلوله عشان لما اتكلم محدش يقول لي انا ما سمعتش كلام الكاميرا بس. يبقى ده اسمه ايه؟ ستاد فريم. بقى بعمل ايه دلوقتي؟ انا بقول لك اهو الدكتور مش هيخرج عن الفريمات بشكل كده في ال 100 تيرم. مش هيخرج عنها ومش هينفع يخرج عنها لان انت ايه؟ اوريدي لسه ما اتدربتش عليها كتير لان انت يعتبر حين الشيت قبل ايه؟ قبل بالترم اسبوع على طول. تمام كده؟ في حاجه ثانيه لو جاب لك كانتليفر يمين وشمال في مشكله؟ لو جاب لك كانتليفر في مشكله؟ هتجيب اللود عليه ده بيقول اسبوع على الاثنين تجيب المومنت والدنيا والقصه دي انت عارف ايه؟ استراكشر. هي مشكله الفريمات هي ايه؟ استراكشر. تمام؟ انا دلوقتي هتكلم عن ايه؟ انا دلوقتي هتكلم عن بورتال فريم. بس ركز معايا كويس جدا. اللي انا بقول شويه اختراق انت لازم تعملها اي حاجه يعني في ميد تيرم او فاينل. تمام؟ بس في الشيت ما تعملش الاختصار ده اولها كده. لازم تحل ايه؟ كل الاول ايه؟ يعني لو عندك اربع قطع تصمم تصمم ليه؟ الاربعه كلهم. انا هقول لك هنا تصمم اثنين ثلاثه هقول لك تعمل ايه؟ في الثلاث شتات. في الثلاث شتات. طيب ركزوا مع بعض. تمام كده؟ ده كده ايه؟ البورتال فريم. انا مديك بورتال فريم ابعاده بالشكل ده 16 متر. انا اللي متعرض على الحل شتات. وارتفاعه كام؟ 6 متر، وحطيت لك لود. ومن اللود انت هتروح تعمل ايه؟ هتروح تحل لها ستراكشر على اساس ان هو فيرست ديتيرمنت. طبعا الاستراكشر ده لو بالنسبه لك مين؟ هتقول لي ده يا باشمهندس ده اكس واحد عشان لو تحط بدالها 1 طن وتروح ترسم ام لود وام واحد تعمل تكامل وبعد كده تطلع لي القوه الايه؟ القوه المجهوله الايه؟ اكس واحد. بعد كده هتروح تعمل ايه؟ ترسم لي مومنت ونورمال وشيل بيحط عليها درجه. الشير بيحط عليها درجه ما تنساهاش. الشير؟ تمام كده؟ الشير فورس دايجرام ما تنساهاش. فكرها بقى ودي سهله. تمام كده؟ ليه؟ لان انا بالنسبه لي النورمال اللي على العمود هو الشير اللي على ايه؟ اللي على الكاميرا. والنورمال اللي على الكاميرا هو الشير اللي على العمود. فاهم يعني؟ ما تستسكاش في بالي. هي عليها 500 خدها. تمام كده؟ دي تمام. هروح اكتب ايه؟ مومنت وايه؟ مومنت ونورمال. بص بص ده كده شكل المومنت. شفت انا عملت ايه؟ رسمت النص مومنت ورسمت النص الثاني ايه؟ نورمال. في مشكله كده؟ ده اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت. في مشكله كده؟ لما اروح اصمم سكاشن كنت انا قلت لك في العمود عندي كام سكشن؟ سكشنين، سكشن واحد وسكشن اثنين صح؟ وقلت لك ان سكشن واحد بيالتو عليه مين؟ عليه بيالتو فول صح كده؟ وسكشن اثنين عليه ام بيالتو وعليه مومنت صح كده؟ طب سيكشن ثلاثة واحد واثنين في مين؟ في العمود صح كده؟ سيكشن ثلاثة وسيكشن أربعة اللي هو فين وفين؟ سيكشن ده ثلاثة وده كده سيكشن كام؟ أربعة. سيكشن ثلاثة وأربعة في مين؟ في الكاميرا. يبقى عندك مومنت كومبريشن
ومومنت وكومبريشن، بس سيكشن 3 المومنت نيجاتيف وسيكشن 4 المومنت ايه؟ بوزيتيف، ونفس قيمة الكومبريشن، نفس قيمة الايه؟ نفس قيمة الايه؟ الكومبريشن. في مشكلة كده؟ لما أجي أصمم بقى لما أجي أحل في الامتحان أنا بالنسبة لي سيكشن 1 كومبريشن كله، صح كده؟ لما بجيب الحديد وأقعد طبعا في قانون البي ألتيميت وأجيب الحديد هيطلع بالنيجاتيف هجيب اريا ستيل مينيموم اللي هو ايه؟ 0.6 على 100 اريا كونكريت. هنا لما بجيب الحديد قطاع عليه كومبريشن مش بحط الحديد موزع على كامل القطاع، صح كده؟ كنا بنحط الحديد ايه؟ يعني بترسمها كده بترسم كروس سكشن كده بتعمل لي ايه؟ الحديد موزع على ايه؟ على كامل القطاع. الكلام ده مش هيحصل. الكلام ده الحديد اللي هتجيبه نص يمين ونص شمال، نص بص بص يمين ونص شمال، اريا ستيل على الاثنين، اريا ستيل على الاثنين. طب وفي النص كنا بنقول لك عليه حاجه اسمها شرينكج بار، فاكرين في الكاميرات؟ يعني كده هنا بنسميه حاجه اسمها باكلينج بار، بنسميه باكلينج بار. والباكلينج بار هو نفس الكونسيبت بتاع شرينكج بار، المسافه ما تجيش عن كام؟ عن 30 سم اللي هي 300 مللي. في مشكله كده؟ يبقى دي بالنسبه لي اسمها ايه؟ باكلينج بار. يعني كده الشرينكج بار في الكاميرات كنا بنحطها 2 في 10 متر، الباكلينج بار بنحطها 2 في 12. اشمعنى؟ ده عمود صح؟ ده عمود، احنا قلنا لك قبل كده ان اقل قطر في العمدان هو فاي كام؟ فاي 12. فهمت؟ انا بحاول اربط لك ما بين الايه؟ ما بين الكاميرا والعمود. في مشكله كده؟ الكاميرا اكيد درسها زاد عن 700 حط لها شرنك جبار بس 2 باي 10. العمود هنا بسميه اسمه ايه؟ باكلينج بار بحط 2 باي 12. في مشكله؟ جميل. ده كده قطاع رقم كام؟ واحد. رقم واحد حديد ايه؟ نص الحديد يمين وشمال. ركز كده معايا. انا القطاع اللي تحت ده، القطاع اللي تحت ده قلت انا ايه؟ ده بروح احسب الكونكريت دايمنشن. انا قلت لك ان المسافه دي اسمها بي سي 2 ودي كده اسمها بي سي 1 صح؟ كنت بقول لك ان البي سي 1 هي نفس مين؟ البي جيردر صح؟ والبي جيردر بتساوي البي سي 1 كان بتساوي ال على كام؟ 14. كنت بقول لك ان البي سي 2 2 على 3 بتساوي كام؟ 2 على 3 قلتين البي سي 1 هي مش البي هي تي يعني اللي هو ايه؟ بودي كبير ليه؟ العمود يعني اللي عايز يقول لي يا باشمهندس انت ده بالنسبه لي تي اكيد اقول لك ماشي تي مفيش مشكله. الفكره كلها ان عرض العمود كان بيساوي كام؟ 400 كنا من 300 ل 500 على الكوكب كام؟ 400. كنت قلت لك ان تي سي 2 ما تقلش عن كام؟ 800 800 متر. يا ريت لو تيجي كده اتحرك كده اتحرك كده عشان تشوفه بس فاهم كده؟ يبقى انا كده البي سي 2 انا قلت لك ما قلتليش عن كام؟ 800. عشان انا قلت لك ان سيكشن واحد انا هصممه اجيب اريا ستيل مينيموم واريا ستيل مينيموم كانت بتساوي كام؟ 0.6 على 100 اريا كونكريت صح؟ اريا كونكريت انا عندي معلومه صح؟ اللي هي كام بكام؟ 400 في كام؟ 800 في اللي تحت صح؟ 400 في 800 انا بقول لك اهو دايما لو انت ثبتها 400 في 800 اريا ستيل بتاعتك هتطلع 8.18. انا بحاول افهمك محافظه في نفس الوقت. انت دلوقتي عارف دايما ان السكشن اللي تحت بي التيميت اونلي تسريحه هيبقى اريا ستيل مينيمم قيمته 8.18. تعالى تمام؟ في مشكله؟ يعني لو الدي ادالك اقل من 800 هتاخدها 800، طب لو ادالك اكتر من 800 اكيد هتاخدها اكتر من طلع تمام كده اللي هي 900 1000 تمام كده؟ بس اهم حاجه ان تسريحها لو 800 هيبقى 8.18، طب 900 هتطلع اكتر شويه 8 او 9 هتقدر يعني. في مشكله كده؟ كده ده رقم كام؟ رقم واحد. ده رقم اثنين اللي هو اللي فوق العمود. كنت انا قلت لك هنعمل اول خطوه تشيك باكلينج صح كده؟ تاني خطوه اعمل ايه؟ اجيب الام اديشنال وبعد كده اصمم العمود. في مشكله؟ انا بقول لك لما تيجي تصمم العمود على مومنت الكومبريشن هيطلع لك تنشن فيليور. هيطلع لك ايه؟ تنشن فيليور. دايما هيطلع ايه؟ تنشن فيليور مش هيطلع كومبريشن فيليور، انت عمود. تقول لي يا فرانس ده عمود على فكره المفروض يطلع كومبريشن فيليور. يعني يا كومبريشن فيلير يا كومبريشن اونلي تطلع الحاجه دي ودي انا بقول لك هي هتطلع دايما مين؟ اللي هي كيس 3 احنا قلنا لك في اربع كيس في مومنت كومبريشن هي هتطلع الحاجه الثالثه اللي اسمها ايه؟ تنشن فيلير. في مشكله؟ حلو انا بقول لك اهو التسليك التسليك بتاع سيكشن 2 و3 انت مش واخد بالك من حاجه ان سيكشن 2 وسيكشن 3 الاثنين نفس قيمه المومنت نفس قيمه الايه؟ بص بص المومنت ده والمومنت ده سيكشن 2 و3 الاثنين عمود 3 كمر بس 2 و3 نفس قيمه المومنت بس الكومبريشن مختلف بس الكومبريشن ايه؟ مختلف صح كده؟ ركز كده معايا مش الاحمال الاصليه؟ يعني اكيد ده
يبقى في حمل راس. هنفترض ان هو طلع 700 واكيد في هنا قوه افقيه، هنفترض ان هو يطلع كام؟ 200. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول لك دايما دايما هتلاقي ان القوه الافقيه هتلاقي لها خطاب اقل بكتير من مين؟ الرأسيه. مقاوه رأسيه. تعالى اقول لك على حاجه، وانا بعمل استراكشر عشان اجيب مين؟ القوه الافقيه، غلطت وخلاص تهت وخلاص انا مش عارف اطلع مين؟ الاسترينج اكشن. خد دايما الاكس من بوينت 2 لبوينت 3 مين؟ الواي. خد قيمة القوة الأفقية دايما كام؟ من 2 لبوينت 3 مين؟ الواي. أنا بقول لك على حاجات إن أنت إيه؟ ما توقفش. لا أنا عايزك تكمل، لأن أنت لسه ما وصلتش أول خطوة اللي هي الاسترينج. بعد كده عدلت جيبها كده. الكلام ده على فكرة لو راح للدكتور أنا بقول لك أهو هتسقط هتشيل المادة الحرفية. بقول لك أهو. وانا بقول لك اهو اللي هيعملها كده هيتشال له درجه الاستراكشر، يعني لو درجه الاستراكشر على 10% نقصها، بس انا ايه؟ خلصت الامتحان. انت فاهم قصدي؟ يعني انا اهم حاجه عندي ان انا ايه؟ ما اقفش، لا انا عايز اكمل، عايز اصمم واطلع ايه؟ تسليح، وبعد كده اروح ارسم ايه؟ كونكريت دايمنشن وتسليح. تمام كده؟ جميل. حلو، يبقى انا كده ايه؟ القوه الافقيه طلعت 200 ودي 300، ركز كده معايا. هو انا مش قلت لك ان النوم ده هو النوم كده؟ يعني مثلا لو ده 1000 ده 1000. تعالى كده، إن المومنت قل وإن المومنت قل والكمبريشن سيكشن 3 كومبريشن إيه؟ سيكشن 3 اللي هو مين؟ اللي هو القوة الأفقية اللي هو مين؟ اللي هو المدين، صح كده؟ طب والكمبريشن سيكشن 2 700 والكمبريشن سيكشن 2 سيكشن 2 ده عدد؟ هو جاي كومبريشن كام؟ 700. أنت إيه رأيك؟ سيكشن 2 و3 المومنت قل بس الكمبريشن سيكشن 3 اللي هو في الجمر اقل من الكومبريشن في مين؟ سيكشن 2 وده الطبيعي. ده ايه؟ ده طبيعي بالعقل كده. انا عندي سيكشنين نفس قيمه المومنت بس الكومبريشن مختلف. تفتكر الحديد انا لما اصمم اصمم مين؟ الاكبر. الاكبر طبعا. ايوه انت اصمم كيكه المومنت ثابت صح؟ يا ترى اصمم المومنت مع الكومبريشن القليل ولا الكومبريشن الكبير؟ كومبريشن كبير. كبير. كبير طبعا. كومبريشن كبير. كومبريشن كبير ده اللي هنسيب. حقيقي هفضل حقيقي. ايوه ايوه كومبريشن قليل. ليه بقى؟ ليه؟ ايوه ليه بقى؟ هقول انا ليه؟ هقول انا ليه؟ هو مش المومنت قوتين ركز انت عارف هقول لك عشان كده بقول عشان ايه؟ عشان ما تصدمش وانا بصحح الامتحان. المومنت المومنت مش هو قوه التنشن الكومبريشن؟ انا دلوقتي عندي كومبريشن موجود مع المومنت. تفتكر الكومبريشن ده مش هيتضاف مع الكومبريشن؟ ايه اللي هيحصل الكومبريشن؟ مش الكومبريشن زاد عن التنشن؟ كومبريشن زاد عن ايه؟ عن التنشن. يعني كده بالنسبه لي المومنت حصل له اتزان؟ لا ما حصلش اتزان، ده بالعكس ده انا قللت قوه مين؟ مش هو اي مومنت بيبقى فيه اتزان؟ قوه شد وضغط زي بعض صح؟ انا دلوقتي زودت قوه الضغط. يبقى بالنسبه لي الضغط زاد عن التنشن ولا لا؟ اه زاد صح؟ طالما زاد طالما زاد مش كنا بنروح نرسم كده ده الاستريس سترين بتاع المومنت ده شد ده ضغط. لما احط عليه كومبريشن ايه اللي هيحصل للتنشن؟ هيقل هيقل صح؟ فالتنشن لما يقل الحديد بتاعه يبقى صح؟ انا بحط حديد للتنشن اصلا صح؟ فالحديد لما التنشن يقل الحديد هيقل صح؟ يبقى الحديد ايه؟ هيقل. يبقى بالنسبه لي لما اجي اصمم هصمم مومنت وتنشن ولا مومنت مومنت اللي هو مومنت كومبريشن صغير ولا مومنت كومبريشن كبير؟ كومبريشن صغير. كومبريشن ايه؟ صغير. كومبريشن صغير. ليه؟ بص ده كده مومنت وده كده كومبريشن صح؟ كبير. نفس قيمة المومنت اهو. ده كومبريشن بس ماله صغير. ايه اللي يحصل للتنشن ده؟ مش كبير؟ وده التنشن ده؟ صغير. بالنسبة لي مين اللي هيطلع حديد كبير؟ تنشن كبير. تنشن كبير. فالتنشن الكبير ده معناه ان الاطمة دي بتكتب اطمة صغيرة يعني صغيرة. فانا لما هصمم سيكشن كام؟ سيكشن 3. هصمم ايه؟ سيكشن 3. هصمم سيكشن 3 انا عايز اصمم واطلع حديد. تمام كده؟ لما اجي اصمم مين؟ مومنت وكمبريشن ايه؟ كومبريشن قليل عشان اطلع حديد كتير. انا هقول لك اهو انا فهمتك اهو انا فهمتك صح؟ انا فهمتك. بس انا لما اروح اعمل حل في الامتحان هصمم سيكشن 2. ليه ليه ليه؟ ليه ليه عايز تقول لي كده؟ عشان 2 ده مين؟ في العموم وانا اصلا عايز السكشن ده بالذات عشان بعمل فيه خطوه الباكلي عشان بعمل فيه خطوه مين؟ فانا عايز دايما اعمل 2 يا باشمهندس انت عملت 2 انا عايز كده كده مين؟ انا عايز اعمل 3 لان هو اللي هيديني الحديد الاكبر صح؟
عايز اعمل 3 عشان هو الحديد الايه الاكبر. انا بقول لك اهو صمم 2 و3 زود عليه منسخين 4 يعني سيكشن 2 لو طلع 14 فوق 22 زود سكين في مين سكشن ثاني في كام سلام هو حلو. انا عندي تنشن قليل هجيب حديد قليل صح. انا بقى يفضل لي لما يكون الحديد قليل ولا يكون الحديد كتير يعني. ايوه بس القطاع الثاني انا مصيب ان هو محتاج حديد اكتر. شايف المومنتين دول المومنتين دول هيبقى فيهم حديد واحد لما اجي ارسم التسليح فانت لازم تمشي على الحديد الكبير. فالحديد الكبير ازاي هجيبه ازاي؟ اكيد يبقى كومبريشن قليل. فاهم قصدي؟ جميل. طيب فانا كده عرفت ايه هعمل ايه. انا كده همشي بالغلط يعني همشي سيكشن 2 عشان اعمل ايه عشان انظر خطوه الايه البطلنج. في مشكله؟ اما سيكشن 3 انا عارف هو هيتعطل صح. فانا بقول لك عاوز ازودهم من كام لكام؟ من 2 ل 4. ازودهم من سيكشن لكام؟ ل 4. يعني ده قلت له 14 ده كام؟ 16. بس الثمن طبعا اعمل رقم ايه؟ زاويه. حاول تعمل دايما ايه؟ رقم زاويه. شفتوا؟ ده بالنسبه لي 8 ده بالنسبه لي 14. انا عايز دايما الارقام اللي انت طلعت تبقى تعتبر ايه؟ زوجيه. 8 10 12 ما حدش يحط لي 11 دي. فاهم كده؟ في مشكله كده بقى دلوقتي؟ حلو. انا كده بالنسبه لي لغايه دلوقتي سممت كام قطاع؟ 2 على فكره. سكشن 1 زودني في العمود. وسكشن 3 زودت عليه كام؟ سكين لكام؟ ل 4 بكام؟ سكشن 3 خلصت كمان. فاضل لي كده سكشن رقم كام؟ 4. مين سكشن 4؟ سكشن 4 في الكامر اللي هو مومنت مين؟ بوزيتيف وين؟ الكومبريشن صممه عادي. وانا بقول لك اهو القطاع ده لما تيجي تصممه هيتصمم مومنت ايه؟ قول لي تيجي خطوات المومنت كومبريشن هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك خطوه الام قول لي وتصمم مومنت عادي. مش كده كده؟ المومنت البوزيتيف ده هيضغط في البي كابيتال هيتصمم دي سكشن. تمام كده انا خلصت ايه؟ الاربع سكشن. تمام كده؟ خلي بالك انا مش هعيد الكلام ده تاني لما اخش في الجيم. تمام؟ يعني انا بثبت قاعده لما ابتدي اتكلم في الفريمات الثانيه خلاص انا ثبت قاعده همشي عليها يبقى همشي على الكل. في مشكله كده في تصميم القطاعات دي؟ دول كده تصميم الاربع قطاعات. في مشكله؟ طيب عايز صور مش صور؟ انا عايز اوصل. سكشن 4 سكشن 4 انا هفترض التسليم بتاعه طلع 10 فاي 22 يبقى انا كده عملت ايه؟ سكشن 1 8 18 2 14 فاي 22 3 16 22 4 10 فاي كام؟ 22. عايز اعمل ايه؟ عايز افرض التسليم ده على مين؟ على الاليفيشن. تمام خلي بالك ان انت قسمت مومنت وين ونورم لازم ترسم لي الشيء عشان تطلع لي الكنان مينيموم الكنان مينيموم الكنان ايه بالنسبة لي كام يا شباب؟ 5 في 10 5 في 10 متر. الكلام اللي انا بقوله ده هتطبقه حضرتك في مين؟ في 100 ترم او فاينل. طب في الشيت؟ لا انت هتصمم لي الاربع سكاشن. مفيش حاجة اسمها بقى ان انا اسيب الشيت واحد، صمم الاربعة. طب في الشير؟ تمام كده؟ عندي وقت في الامتحان هصمم شيت. ما عنديش وقت في الامتحان هحطها كلها كام؟ 5 في 10 متر. المفروض اروح اعمل ايه؟ اخد اكبر قيمة شيت في الكاميرا. اكبر قيمة شيت في مين؟ في الكاميرا اكيد. اكبر كلمه شيل في الكاميرا. طيب هو شكل الشيل في البورتر شكله عامل ازاي؟ هو الشيل يهمني ان انا اعرف موجب ولا سلك؟ لا طبعا. هو قيمه. فهي بالنسبه لي اكبر قيمه للشيل على الكاميرا يا مين؟ اكيد اللي على الطرف اللي هي اصلا قيمه مين؟ قيمه الواي. تمام كده؟ يبقى انا بالنسبه لي هاخد اكبر قيمه واروح اصممها في مين؟ في الكاميرا. طب في في العمود هو برضه قيمه الشيل اللي فيها وراح ايه؟ اصممها. مش كده كده؟ جميل. المفروض الاثنين هيطلع واحده مثلا 7 10 والثانيه 8 10 ما عندكش وقت في الامتحان. طيب كام؟ 5 10. الكلام ده بقى نرسمه ازاي بقى؟ انا عايز ارسم بقى الكلام ده. تمام كده؟ حلو قوي. طيب انا دايما في جمله معروفه جدا انا الحديد بحطه دايما في مين؟ في منطقه المومنت. منطقه الايه؟ المومنت. اي حته ما فيهاش مومنت بحط لها حاجه اسمها الاس داش صح كده؟ ده الطبيعي اللي احنا عارفينه. حلو. لما اجي ارسم بقى انا عندي ابعاد الفريم 16 متر في كام؟ في 6. اجي ارسمه ازاي؟ انا في 100 ترم او فاينل ارسمه 51
الكلام ده طبعا مش هيحصل. انت هتفكر في مودي ايه؟ في مودي رسمه نظيفه. رسمه نظيفه يعني ايه؟ يعني اكيد اكيد بص شوف بقى الحاجات اللي بتشيل بقى. ده جيب الفريم دي 6 متر دي 3 متر تمام كده بالعقل ارتفاع الثلاثه هو نص 6 يعني بتيجي ترسم لي رسمه تمام كده يعني انا فكرتها غلط اهو تمام كده ارتفاع الثلاثه هو نص ارتفاع 6 لا اه دي نص لا مش نص نص دي يبقى كده تقريبا تقريبا ده هو نص ده كده تمام اما ده مش تمام فانت لما تيجي ترسم لي شكل بدون حاجه اسمها سنتر لاين يبقى لازم يبقى شكل ايه؟ شكل نظيف شكل معقول لحد ما في مشكله كده؟ حلو يعني انا اجي اعمل ايه برضه؟ يعني انت لازم على الاقل لازم تعوض البلين ترسم رسمه نظيفه ما تجيليش اول مره في الامتحان وارسم الايه؟ وارسم التسليم بس انت انت ايه؟ تمام؟ طب عايز ارسم صح ارسم صح ازاي؟ وانت كده في الامتحان اكيد انا متاكد انت مش هترسم ايه؟ مش هترسم صح هتعمل ايه؟ ترسم رسمه نظيفه تمام كده؟ يعني المفروض ال 6 متر دي تبقى 12 سم ال 16 متر دي تبقى كام؟ 32 سم فانت اكيد مش هترسم ابعاد كبيره قوي عليه تمام؟ فانت هتعمل ايه؟ ترسمها بسكيل الى حد ما اكتر شويه من 1% بس الرسمه هتكون نظيفه شويه تمام كده؟ انا ارسمها ازاي بقى؟ بالظبط 6 متر ال 6 متر دي هرسم سنتر لاين يعني ده سنتر لاين هنزل تحت 12 سم وارسم سنتر لاين كمان. تمام كده؟ السنتر لاين ده اللي هو نهاية العمود اللي هو ده. طب والسنتر لاين اللي فوق اللي هو نص الكاميرا. نص ده نص الكاميرا، السنتر لاين هو نص ايه؟ نص دبس الكاميرا. في مشكلة كده؟ بعد كده اعمل ايه؟ ارسم بقى سنتر لاين العمود اللي مش فاهم. هتقول لي يا باشمهندس انا حاسس ان الارتفاع ده هو المسافه دي، بقول لك ماشي بس السبوره مش كافيه فايه؟ مش عايزين مصحة. في مشكله كده؟ حلو، انا بالنسبه لي اكيد المسافه من السنتر لاين دي للسنتر لاين دي بص 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 هي المسافه من نص المسافه دي. شايف العمود اللي فوق؟ العمود اللي فوق نصه بص بص نص الدبس او نص الدي بتاعت العمود تمام كده؟ هو ده السنتر لاين بتاعي سواء يمين سواء يمين. تقول لي يا باشمهندس ما هو كده العمود من تحت المسافه اللي على اليمين كبيره واللي على الشمال صغيره، اقول لك اه صح. اقول لك ايه صح ليه؟ لان انا بالنسبه لي بنصف العمود اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق. بنصف دايما العمود اللي ايه؟ اللي فوق. مش كده كده؟ حلو. يعني ايه من الاخر؟ السنتر لاين دي كلها بتمشي من بعدها يمين وشمال وفوق وتحت مسافه اسمها ايه؟ في على الاثنين. يعني شفت المسافه دي كده؟ هي في على الاثنين. المسافه دي كده على الاثنين يعني همشي كده دي على الاثنين وهمشي كده دي على الاثنين انا حددت النقطه دي صح كده ودي برضه دي على الاثنين ودي على الاثنين متوسط عندك النقطه دي عندك كام نقطه؟ في شايف المسافه دي؟ دي على الاثنين دي على الاثنين دي على الاثنين كله دي على الاثنين في مشكله؟ بعد كده تعمل ايه؟ هنا اكيد دي بالنسبه لي كانت تلتين الدي كلها، تلتين الدي فاكيد اكيد المسافه اللي هتبقى هنا هتبقى مسافه صغيره. المسافه ايه؟ صغيره. ومن هنا هتمشي برضه دي على الاثنين ودي على الاثنين، يعني تبقى دي النقطه. دي على الاثنين في اكس ودي على الاثنين في واي، يعني هي دي النقطه، صح كده؟ هتوصل كده. هيبقى اكيد في هونش كده، لازم ايه؟ نازل هونش كده. في حد عنده مشكلة في اللي أنا رسمته كده؟ في حد عنده مشكلة في اللي أنا رسمته؟ طبعا أنا بمسح الكلام ده عشان إيه؟ عشان أرسم التسليم، عشان أرسم إيه؟ التسليم، في مشكلة كده؟ كده أنا رسمت إيه؟ شكل الكونكريت دايمنشن، عايز أسلح إيه؟ جواه، في مشكلة كده؟ طيب الرسمة اللي أنا عاملها دي همسحها، بس أنا عرفتك ترسم إزاي؟ أنا هرسم إيه؟ كبرها شوية، في مشكلة في اللي أنا قلته؟ حلو. أنا هرسمها بالشكل ده. مهندس حضرتك كاتب الحديد بحطه في منطقه المبنى هو ايه المعلومه انا مش فاكر ايوه ده لو انت بترسمه بايدك طبعا تمام كده؟ يبقى رسمه ايه؟ يبقى معقوله يعني طيب
ده شكل فين؟ حد وسع. ايوه وانا هركز هركز الحديد بحطه في منطقه المومنت. المعلومه الجديده فين؟ اه ايه المعلومه الجديده دي؟ هقول يعني الحديد بحطه في منطقه المومنت صح؟ اي حته في الخرسانه كومبريشن بحط لها حاجه اسمها ال اس بي داش صح كده؟ اي حته ما فيهاش حديد بحط لها من ال اس بي داش فاهم كده؟ طيب هشتغل ازاي بقى؟ انا بالنسبه لي مش ده الفريم؟ الفريم ده ده كده شكل المومنت يا شباب. عايز اوصل لايه؟ مش انا بالنسبه لي الكفر، بالنسبه لي الكفر عندي سكشنين اللي هو سكشن ده والسكشن ده، السكشن ده طلع كام؟ اهو السكشن ده والسكشن ده طلع كام؟ 16 فوق 22، والسكشن ده اللي هو سكشن 4 اللي هو ستيف هيبقى كام؟ 10 فوق 22 فاهم كده؟ طول السيف اللي بيجي من الموقع طول السيف طوله كام؟ 12 متر؟ 12 صح كده؟ طب ازاي؟ وانا عندي الكاميرا طولها كام؟ 16 عامل وصلات يبقى اخر من الشمال كام حاجه فيها وصلات صح كده؟ طيب انا هرسم مش عارف ماشي هرسم حديد الحديد بالشكل ده ادي 12 متر كده صح ولا غلط؟ غلط غلط ليه بقى؟ انا دايما بقف عند الماكسيموم قد ايه؟ الماكسيموم بحط نصه يمين ونصه شمال ليه؟ لان انت لما تعمل 12 هيبقى لك هنا كام؟ هيبقى لك هنا 4 من الكام من 16 بس على فكره انت في حاجه مش واخد بالك منها ال 12 دي من السنتر لاين يعني دخلت قد ايه؟ دخلت جوه كمان اللي هو تي على الاثنين فبالنسبه لك ما بقتش المسافه الفاضيه 4 بقت 4 وشويه 4 و6 4 5 متر حتى تمام؟ ف 5 متر انت تقريبا كنت عند تقريبا ايه؟ في جزء مومن في جزء مومن يعني انت وقفت الحديد عند ايه؟ عند جزء مومنت وانا مش عايز كده انا عايز زمن الحديد اوقف عند ايه؟ اقل تاني مومنت او عند الزيرو او عند ايه؟ او عند الزيرو الزيرو دي دايما بتجيب على مسافه الا على 3 على مسافه كام؟ 3 الا على 3 مش كده كده؟ حلو يعني انا المفروض الحديد بالنسبه لي هرسمه ازاي يا باشمهندس؟ هرسمه بالشكل ده كده ده كده 10 فاي 22 الكلام ده مش مظبوط ليه بقى؟ لان انا المفروض بعمل حاجه اسمها صفوف صح كده؟ بعد صف اولاني صف ثاني صف ثالث اجيب السوق دي ازاي؟ واروح اجيب حاجه اسمها اقصى عدد سياح في الصف الواحد البي ناقص 25 على الفاي زائد ايه؟ 25 ركز كده معايا عشان اريح الدنيا فاي 18 فاي 22 لما تيجي تحسب دي اللي هي 400 ناقص 25 على الفاي اللي هو 18 زائد كام؟ 25 هيطلع لك 8.7 هيبدا يتقرب لمين؟ للاقل هيطلع فاي 18 دايما ماكسيمم في الصف الواحد هو كام؟ 8 فاي 22 فاي 22 لما تيجي تكسبها هيطلع لك 7.9 يعني كام؟ 7 محفوظه تمام كده؟ يبقى ما تقعدش تفكر في الامتحان وتقعد تحسبها لي تمام؟ انا عارف فاي 18 هحط في الصف ماكسيموم 8 فاي 22 هحط في الصف ماكسيموم كام؟ 7 تمام كده؟ تعالى انا هنا بالنسبه لي مش انا عايز 10؟ عايز 10 صح؟ طب تمام انا عايز 10 يعني هحط كام؟ 7 صح؟ احط الصف الاولاني 7 والصف الثاني كام؟ 3 طب ما تنصفه كده كده ما ممكن احط 5 و5 صح كده؟ 5 و5 5 و 5 ده الصف الاولاني ده كده ايه؟ ممكن احط 4 2 الصف الثاني هيبقى كده كام؟ 5 و5 ليه انا بعمل الكلام ده؟ مش انت بعد ما ترسم الديفيجن هتروح ترسم حاجه اسمها كروس سكشن؟ صح كده؟ فانت في الكروس سكشن بالعقل هتحط لي اكيد صفين هتحط لي كام وكام؟ 5 و5 5 و5 او 7 و3 او 6 و4 وات ايفر تمام كده؟ بس بالعقل انا عندي كروس سكشن العرض 400 هحط 7 و3 ازاي؟ ده انا دايما بخلي العدد زوج يعني اقل حاجه كام؟ 4 اقل حاجه كام؟ 4 مش هي العرض 400 يعني كان 4 فروع صح؟ كان 4 فروع يعني لازم 4 سكن مين؟ في الصف على الاقل تمام؟ فانت رايح دماغك وخلي دايما البوست اللي يجي لك حط تسليف نصه صف اولاني نصه في تاني طلع 10 5 و5 طلع 12 6 و6 طلع 8 عمره ما يطلع فيهم صغير لا 4 4 2 ايه؟ ممكن اعمله 4 4 2 4 4 2 ممكن دي نفس الجناب يعني تمام؟ عايز اقول بس ليه بتكلم في السيره دي؟ عشان عايز اقول حاجه اوعى تطلع تسليف وتروح ترسم كروس سكشن انت مش كده تعمل ايه؟ طلع تسليم روح ارسم الاليفيجن وسلح وفي الاخر خالص ارسم مين؟ ارسم الكروس سكشن على حسب السلوك اللي انت هتحطها في مين؟ في الاليفيجن يبقى انا ماشي معاك بالكونسيبت اهو تمام كده؟ اللي هيمشي عكسه هيتلخبط
عشان كده يبان تاني. طلعت تسليح، ارسم الفيجن، افرد الحديد، عالي الفيجن وافرده ايه بره جوه وبره، وبعد كده اروح ارسم الكروس سكشن في الاخر خالص واقول لك تعمله ازاي بسهوله جدا. في مشكله كده؟ حلو. انا كده بالنسبه لي ده 10 كام؟ سوري 5 5. في مشكله كده؟ تعال هنا كده ده 16 صح؟ ده 10. ده بالنسبه لي عندي حته فرصانه، عندي حته فرصانه ما فيهاش حديد صح كده؟ تحت بلاي صح؟ شايف بالنسبه لي يا شباب عندي تحت ال اس تي وفوق ال اس تي ناش. ده بالنسبه للكاميرا مونت بوست. طب بالنسبه للمونت النيجاتيف مش فوق في ال اس تي وتحت ال اس تي ناش صح؟ فبالنسبه لي الحته دي هي ال اس تي ناش بتاعت مين؟ بتاع المونت النيجاتيف للكاميرا صح كده؟ احنا هناخدها مفروض كام؟ 15 مم حجم الحديد. ما تاخدهاش 15. خدها نص الحديد بتاع المونت بوست. لا تاني مش ده 10؟ تاني شفت 10؟ هل كده؟ ما تروحش تستنى ان انت تروح تجيب لي الاي اس تي داش بتاع مين؟ بتاع النجم. حطولي دايما مين؟ نص الحديد مش ده 10؟ حط هنا كام؟ 5. طب لو ده 8 حط هنا كام؟ 4. طلع 9 5 يعني ما تقوليش 4 ونص حط 5. عندك مشكله كده؟ حلو جدا. يبقى انا كده بالنسبه لي البوتوم للكاميرا خلصت تمام. طب بس في حاجه برضه، انا التوب للكاميرا عرفت حاجه ان هنا الفرونت بص تحت ال اس ال فوق حاجه اسمها ايه؟ ال اس ال داش. ده كان بالنسبه لي ال اس ال داش مين؟ الفرونت بص اكيد اكيد بالعقل مش هيقل عن كام سيف؟ اربعه. انا بقول لك عندي كاميرا اربع فروع، هينفع اربعه بقى 16 اربعه 18 كويس. في مشكله؟ بالعقل بالعقل ال اس تي داش طوله اصغر من مين؟ نعم طول ال اس تي. تمام كده؟ في مشكله كده؟ حلو قوي كده. انا خلصت مين؟ حديد ومونت البوست. فاضل لي مين بقى؟ النيجاتيف صح؟ انا قلت لك النيجاتيف هنا كاونتر والنيجاتيف هنا ايه؟ عمود. النيجاتيف الاثنين دول هو حروف جمله كده، هو ينفع الحديد يقف عند الماكسيموم يعدي المسافه؟ الكلام ده غلط. هو طبيعي زي ما انا عملت هنا كده صح؟ مش انا اعتبر لما جيت من على الشمال ومشيت 12 متر لقيت ان هو كان في شويه مومنت؟ لا. وكمان ما ينفعش اوقف الحديد عند الماكسيموم. يعني ايه؟ يعني في ناس تقول لك ايه؟ مش ده المومنت اللي انت بتشمهندس؟ انا هحط لك تسليح اهو. ده كده الحديد اللي هيكفي ايه؟ المومنت النيجاتيف هو ده كده. بقول لك يا سلام انت وقفت الحديد عند الماكسيموم ينفع؟ ينفع. فيعتبر الحديد بتاع النجم بتاع الكاميرا والحديد بتاع العمود الاثنين هيبقوا ايه؟ واحد. سيخ واحد. هيبقوا سيخين؟ سيخ واحد. شايف السيخ ده؟ ينزل لغايه تحت خالص. ده كده بالنسبه لي اسمه ايه؟ اول صف. اسمه ايه؟ اول صف. استنى هنا. هو انا الحديد سيكشن السيكشن بتاع المونت النجم وحديد العمود السيكشنين دول اللي هو كام وكام اللي قلتهم؟ اثنين وثلاثه صح؟ هو سيكشن 2 سيكشن 2 اللي هو في مين؟ في العمود كان تسليحه كام؟ 14. وسيكشن 3 تسليحه كام؟ 16. تفتكر انا احط مين؟ الصغير ولا الكبير؟ كبير. الصغير علشان الكبير ازودله. هقول لك الصغير تمام كده؟ طب ليه؟ هقول لك دلوقتي اهو. يبقى انا المفروض عندي 14 وكام؟ 16. 14 وكام؟ 16. انا هحط الصغير هفهمك ليه؟ ايكونوميك يعني؟ هقول لك لا هقول لا لا هو صح حط كبير بس انا هقول لك على شكل تسليح عشان يعوض الفرق ما بينهم. تمام كده؟ يبقى انا بالنسبه لي 14 16 فاي 22 اقصى عدد في الصف هو كام؟ 7 صح كده؟ 7 يعني ده 14 يعني انا كده بالنسبه لي حط كام سين؟ كام سين وكام صف؟ 7 صفين صح كده؟ 7 و7 صح؟ الصف الاولاني انا عرفت انا عرفت اللي هو هيخش هنا هيربط مع السين ده من الاخر المسافه دي بالنسبه لي اسمها ايه على كام؟ على 3 3 لسه ايه بس نيجاتيف تمام كده؟ وبعد كده هيخش في العمود لغايه ايه؟ الاخر خالص. ده كده الصف الاولاني. طب والصف الثاني؟ الصف الثاني اهو. هينزل تورتين الاتش شمال شمال. هو مش تورتين على مسافه تورتين الاتش، على مسافه تورتين الاتش. المومنت اللي حصل صغير ولا كبير؟ صغير صح؟ مومنت صغير صح؟ بالنسبه لي المومنت الصغير ده هيكفيه 7؟ اه طبعا. اه طبعا مش محتاج هتفهم حاجه؟ تمام كده؟ بالنسبه لي المومنت الصغير ده مش انا هدور 14 في واحد منهم صف جاي من اول لاخر العمود صح؟ بس حظك ان السبعه دول هتبقى في المومنت الصغير
صح كده؟ وبالنسبه لي عن اللي فوق بتتكلم عن الكريدت اللي هو الدور 14 بيقل كام وكام؟ 7 و7 اللي هو الصفين، الصف الاولاني اللي هو 7 والصف الثاني اللي هو 7 اللي هو مجموعهم كام؟ 14. في مشكله كده؟ ايه؟ باشمهندس هو لو مثلا العمود بتاعي طوله اكتر من 6 وانا دخلته الا على 3 فهتزيد على 12، طب ما انا كده ولا لازم اعمل 12؟ سؤال حلو قوي 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 قوي. ركز كده معايا، هو ده اللي ده كام؟ 16 اعتبره 15. ايه؟ بتقول لك السيك ده، شايف السيك ده اللي هو الصف الاولاني، مش هو ده اللي على 3 ونزل العمود كله؟ مين قال لك ان السيك ده كله ما عداش ال 12؟ مش ممكن يعدي ال 12 متر؟ بالعقل ممكن صح؟ ده 16، 16 على 3 قول 15 على 3 يعني 5 5 وشويه، يعني الحته دي 5 5 وده كام؟ 6 6 6 والحته الصغيره دي 12 بالظبط، يعني هتجيب ال 12 بالظبط. افرض بقى ان الزمان ده زاد عن ال 16، مش احنا قلنا الفريمات لغايه 20 متر؟ فاكيد السيك اللي هو الصف الاولاني ده هيزيد عن مين؟ هيوصل 14 متر 15 متر. ساعتها المصنع بيطلع حاجه اسمها طلبيه خاصه. الحديد ده بيبقى حاجه اسمها شوب دروم بنفرده بيقول اطوال بالظبط، تمام كده؟ لما الطول بيطلع من المهندس اللي هو حضرتك بتروح توديه لمين؟ للحداد او تروح توديه للمصنع، تقول المصنع ايه؟ عايز مثلا 2 طن السيك طوله عادي اللي هو 12 متر. وعايز مثلا مش عارف حوالي نص طن، هو اللي هيقطعها بقى نص طن بس السيك طوله كام؟ 15. فساعتها هنا حط حاجه اسمها ايه؟ طلبيه خاصه. وعلى فكره الفريمات دي حاجه اسمها منشات خاصه. يعني ده مش مبنى سكن. مباني سكنيه استحاله تيجي السيك اسمها 14. مش هيحصل. نعم؟ مفيش طلبيه خاصه في طلبيه خاصه. ايه؟ لا مفيش طلبيه خاصه. وصلت. وصلت ايه؟ في وصلات لا لا في حاجه اسمها وصلات. باشمهندس مصطفى مهندس استراكشر كان كده جاي، يعني ايه؟ جاي يتكلم في الوصلات. احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني واحده واحده معاك. طيب فكده يا جماعه تاني كده، انا بالنسبه لي هجيب الصف الاولاني عملت ايه؟ نزلت العمود كله تمام كده؟ وبعد كده نزلت الصف الثاني نزل على ارتفاع كام؟ 13 الاتش ودخل بص بص دخل هنا في الكاميرا على مسافه كام؟ ال على 4. يبقى الصف الاولاني يخش ال على 3 وينزل لاخر العمود. الصف الثاني يخش في الكاميرا ال على 4 وينزل العمود 13 مين؟ 13 الاتش. في مشكله؟ والاثنين دول الاثنين دول بالنسبه للصف الاولاني والصف الثاني، الصف الاولاني 7 والصف الثاني 7 مجموعهم كام؟ 14. ادي 14. كام بالنسبه لي؟ السكشن اللي تحت السكشن اللي تحت مش هبص عليه دلوقتي. بالنسبه لي الكومنت الصغير ده هيكفيه 7 سياق؟ اه هيكفيه. لو بالنسبه للسكشن ده هيكفينا 14؟ هو جاي له 14، اهو ناحيه دي المهم. طب والناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه مش هو بالنسبه لي احنا اسمها ايه؟ الناحيه الثانيه هي مش بالنسبه لي عن جنب وجنب الجنب الثاني ما فيهوش مومنت صح؟ فبالنسبه لي حاجه اسمها ايه؟ ايريا سي داش صح كده؟ طب صح. بالنسبه لي هي كده ايريا سي والناحيه الثانيه حاجه اسمها ايه؟ ايريا سي داش صح كده؟ طب هقول لك اهو ايريا سي داش. انا سكشن رقم واحد، انا عايز كام؟ 8 كم؟ 8 18. وانا قلت لك نص الحديد نصه يتحط يمين ونصه يتحط شمال صح؟ حلو. هو جينا احط نصه شمال لقيت الحديد، الحديد ده قيمته كام؟ 7 22. يا سيدي بس 7 اكتر من الاربعه ولا يعني مكفيه ولا لا؟ مكفيه تمام. طب بالنسبه لي الناحيه الثانيه في حديد فاحط مين بقى؟ لقيت الاسي على 2 اللي هو الاربعه. حد فاهم حاجة؟ تاني أنا بالنسبة لي خلصت النص بتاع الكاميرا بعد كده النص غير الستاش. جيت عند إيه؟ جيت عند النيجاتيف بتاع الكاميرا والعمود عملت إيه؟ عملت صفين وعرفت الصفين ماشيين إزاي. يبقى كده خلصت مين؟ السكشن ده السكشن العمود اللي فوق اللي هو السكشن ده اللي هو السكشن رقم 2 وأنا كده مخلص السكشن رقم 4. بالنسبة لي الحديد بتاع أي سكشن رقم 2 مش نزل لغاية تحت خالص؟ حلو. في جزء منه كفالي حديد اللي هو 4 18 و 4 كام؟ 18. ال 4 18 على الشمال كفهم لي 7 22. فاضل لي مين؟ جزء ليه؟ اللي على الشمال. الجزء اللي على الشمال بقى لي كام؟
الاربعه اللي هم ايه موجودين في الناحيه الثانيه الاربعه. يبقى انا كده سيكشن رقم واحد بالنسبه لي برده اللي احسن خلاص. يبقى انا كده خلصت سيكشن واحد، خلصت اثنين اللي في العمود، وخلصت اربعه الوسط اللي في مين؟ اللي في مين؟ اللي في الكاميرا. فاضل لي كده السكشن مين بقى؟ فاضل لي سكشن النيجاتيف اللي في الكاميرا. فاضل لي سكشن النيجاتيف اللي فين؟ في الكاميرا. هو السكشن النيجاتيف اللي في الكاميرا عايز كام؟ سكشن 13. مش عايز 16؟ 16 صح؟ تعالى نحسب 7 و7 كام؟ 14. يبقى انا عايز كام؟ 2 سكين صح؟ السكين دول شايف الشوكه دي؟ شايف الشوكه دي؟ هي دي الشوكه اللي هي قيمتها كام؟ 2. اثنين. دي قيمتها كام؟ 2. في مشكله كده؟ يبقى كده بالنسبه لي النيجاتيف بتاع الكاميرا، النيجاتيف الكاميرا والمومنت العمود كفهم لي ال 14. بس جت عند الكاميرا طلع اول صفر مين؟ في سيخين. فحطيت انا سيخين شكلهم عامل ازاي؟ شوكه. مش ده بالنسبه لي صف رقم 3 في الكاميرا؟ مش ده كان بالنسبه لي صف رقم كام؟ 3 في الكاميرا، الصف الثالث في الكاميرا على مسافه الا على بعض، على مسافه كام؟ الا على بعض. يبقى كده في الكاميرا لو عندي صف واحد الا على 3، عندي صفين الا على 3 والا على 4، عندي 3 صفوف الا على 3 الا على 4 الا على 4. نيجي في العمود، نيجي في العمود، الصف الاولاني ينزل لاخر خالص، الصف الثاني ينزل لغايه كام؟ 13 اتش. هو ايه رايك؟ على فكره الجزء اللي على الشمال بس خلص بعيد طب اربع سكاشن بس يعني حضرتك بدات يبقى انا لما ابتدي دايما حضرتك بدات من اللي فوق وعشان لما اجي مثلا وقلت ما ترسمش سكشن في الاول عشان لما تختلف عدد الحديد والباي بتاعته في القطاع مثلا ان هو تبقى 22 و18 فبقى ارسم 22. السؤال ده حلو، السؤال ده حلو. سكشن 2 في العمود، سكشن 3 في الكفر، الاثنين دول ليهم نفس اللون وانت بتحل يبتدي سكشن 2 اللي صممته 14 22. في واحد يقول لك سكشن 3 هحط فيه 18، طب ما ليه؟ طب ما انت اصلا سكشن 3 انت بتاخد سكشن 2 وتزود عليه كام سيكشن؟ فدايما سكشن 2 و3 نفس الايه؟ نفس القطر، معنى اصح سكشن 3 انت كده كده ايه؟ مش هتصممه اصلا. انت مش هتصممه اصلا، يعني ما حدش يفكر يقول ايه؟ ما انا كده سكشن 3 لو انا صممته. طب انت هتحطه فيه 22 لو انت صممته، لو انت عندك وقت بقى في الامتحان. انا بقول لك ما تصمموش. زود دي من 2 ل 4 في مشكله، ويعتبر الزياده اللي انت حطيتها دي هي دي بالنسبه لي مين؟ الشوكه. هي دي بالنسبه لي مين؟ كام على رسم الشوكه؟ كام على رسم السكشن دلوقتي مثلا القطاع ده؟ السكشن اس طب خلاص صح؟ انا عندي سؤال، انا كيميكال ايفيجن في مشكله عندي؟ عندي سؤال. انا ابتديت بمين؟ ابتديت بالبوست، اعطيت قصاد اي اس الباج، بعد كده هروح للنيجاتيف بتاع الكاميرا والعمود، احط صوت السيف ده قصاد اي اس تاني، بعد كده هشوف الفرق ما بينهم واحط شوكه في الكاميرا، وبعد كده هنزل تحت في العمود هلاقي ان التسليح على الشمال موجود بس اللي على اليمين ناقصه صح كده؟ فاللي على اليمين احط مين؟ احط نص التسليح بتاع سكشن رقم كام؟ رقم واحد. ساوند تايم التسليح ايه؟ 8 صح؟ هحط نص يمين ونص شمال، النص اليمين 4، طب والنص الشمال؟ هي اصلا 7 الشمال ايه؟ لما يكون قطاع عليه كومبريشن اولد، لما يكون قطاع عليه كومبريشن اولد، وان احنا بنقول لكم قبل كده عندنا طريقتين. الطريقه الاولانيه نحط الحديد يونيفورم تمام كده، والطريقه الثانيه نحط حاجه اسمها اريا ستيل على الاثنين واريا ستيل على الاثنين، بس دي احنا ما قلناهالكوش، دي احنا ما قلناهالكوش واحنا ايه؟ واحنا بنصنع قبل كده ام وان تمام كده؟ بس المفروض عندي كام طريقه؟ طريقتين. فانا دلوقتي يعتبر بنفذ هذه الطريقه؟ بنفذ الطريقه الثانيه اللي هو اريا سي على الاثنين واريا سي على الاثنين، في مشكله؟ وفي النص في حاجه اسمها ايه؟ باكلينج بار تمام كده؟ طب على فكره لازم تسيب كده هينقص ليه؟ انت اولا ما عملتش شرينكج بار ولا الباكلينج بار اللي في الكاميرا والعمود تمام كده؟ وثانيا ما عملتش الكلام ما رسمتهاش صح ولا ايه؟ فانا المفروض ايه؟ بعد كده بالنسبه لي شوف انا هعمل حركه لذيذه جدا، هو انا مش بالكاميرا انا باين في النص دي ويشير يعني اكيد يشير مينيموم صح؟ خمسة وهي 10 حطيت المينيموم في المنطقة اللي أنا عارف إنها تبقى مينيموم.
بحيث ان انت لو عندك بعد كده لو واحد طار هنا طب ماشي في قيمه وانت كده كده هتضاف فهتنقص عليه هتنقص مش فاهم الاثنين اما انت هنا فهمني ان في هنا مينيموم تمام كده فبقى ما تنقص مثلا الدرجه كلها ناقص ايه النص وانت عملت حاجه صح انت فاهم قصدي جميل طب في العمود حظك ان الشير اللي في العمود من اوله لاخره نفس القيمه بس حظك ان الشير اللي في العمود كبير ولا صغير كبير الشير العمود كبير اصغر لا ماشي هو مش الشير اللي في العمود هو قيمه الاكس اللي انا لسه قايل عليها شويه اكيد الواي اكتر بكتير قيمه الاكس والاكس بوينت 3 بوينت 2 يعني بالعقل كده برضه دي هتطلع كام؟ 5 4 10 للمتر مش اسمها 8 بقى مش قلت لي 8 باي 10 للمتر بالك كده حطيتها برضه فين؟ دوس العمود دايما 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 عند اخر متر في العمود بنكسر الكنال اخر متر في العمود بنعمل ايه؟ بنكسر الكنال فانت بترسم لي كده 10 باي 10 للمتر يبقى انا كده خلصت الكنال خدت درجتها كده 10 5 هنا 5 في مشكلة؟ جميل كده موديل مين بقى؟ شركة جوار اكيد اكيد دي ناس التسليم صح؟ اكيد لما انا في الامتحان حاسب نص كونكريت دايمنشن ونص تسليم يمين كونكريت وشمال ايه؟ تسليم والتفريق كامل وايه؟ والتفريق كامل انا هفرق دلوقتي لسه اصلا قال كده؟ يبقى انا كده ممكن اسمي نص كونكريت نص ايه؟ نص تسليم طب شكل الكونكريت بيكون عامل ازاي؟ بيكون عامل ازاي؟ بيكون عامل كده شكل ده؟ كونكريت؟ كونكريت مش هنا مش هنا بيتنا في كبر بعد كده بلاطه كبر كده بلاطه ده ايه ده؟ ابن الكاميرات اللي بتاعت السقف من فوق ايه كل الكاميرات؟ اسكندري بي كتير مش الكلام ده اول مره هتفهم حاجه؟ تاني انا هنا بالنسبه لي مش ده نص الكونكريت صح؟ النص الكونكريت ده مش اكيد الكبرات دي اللي هي بالنسبه لي الكونسنتريت لود اللي انا حولتها اليونيفورم؟ صح؟ يبقى دي كده شكل الكبر صح كده؟ ودي كده بالنسبه لي دبس ايه؟ دبس الكبر هتقول لي ان دي تي اس وهتقول لي ان دي قيمتها كام؟ وهتقول لي ان دي قيمتها كام؟ يبقى دي كلها ودي اس وايه؟ ودي اس كده بيبقى 600 ودي ده 3200 1200 ودي تي اس مثلا ب 12 تكون 820 الكلام اللطيف ده سواء بالنسبه للعمود سواء بالنسبه للكبر وتحت بتجيب لي ايه؟ اكيد التورتين اللي هي دي هتبقى كام؟ 800 ده لو طلع اقل من 800 هتبقى كام؟ كام 800 حاجه كمان مش هنا بالنسبه لي الاوت اوف بلان الاوت اوف بلان مش بيبان كاميرا بتنص في العمود عشان اقول لك الاوت اوف بلان ان في كاميرا بتنص في العمود اي اي كاميرا هتبقى شكل الكاميرا ايه؟ واكيد في الاوت اوف بلان في حاجه اسمها ايه؟ حيطه صح كده؟ مش اكيد اكيد ده كده ده كده بالنسبة لي الأوت أوف بلان مش كله مش كده بعمله هنا كده كاميرا وبخلي دي كده كلها حيطة الكاميرا الكاميرا اهي شايفها ايه؟ كروس سيكشن وادي الحيطة اللي أنا مقشرها ديت عامل لها ايه؟ تنشيل حيطة يبقى ده شكل مين؟ الكونكريت دايمنشن اللي ترسموه لي في النص ليه؟ اللي على اليمين النص اللي على الشمال هو النص ده هو المفروض ارسم اصلا الكونكريت لازم ترسم الكونكريت و وتسليم لازم نص شايف عامل ايه؟ سنتر لاين نص كونكريت نص ايه؟ تسليم طب نفترض ده انت نسيت ترسم لي كونكريت بشكل ايه؟ بشكل كوكي بس هو المفروض ايه؟ نص كونكريت نص ايه؟ نص تسليم وبعد كده افرد كله وبعد كده هعمل ايه؟ افرد كله ليه؟ لان انت لما ترسم لي الكونكريت هنا التسليم كله مش موجود هو نصه موجود صح؟ نص اللي على الشمال نص على الشمال موجود التسليم اما اللي على اليمين نص ايه؟ مش موجود هو موجود ايه؟ كونكريت افرد ازاي بقى؟ انا اولا عموما يعني خلصت الايه الكلام فاضل لي حاجه اسمها شرينج بار في الكاميرا وباكلينج بار في مين في العمود انا بقول لك الدبس ده طلع 1200 1200 يعني كام شرينج بار واحد ولا اثنين اكتر بيتعمل على 300 اكتر من اثنين اكتر من ثلاثه الديب 700 واحد شرينج بار اكتر من 700 1000 اثنين شرينج بار اكتر من 1000 ل 1300 ثلاثه شرينج بار الدي 700 هعمل صف واحد من 750 لغايه كام؟ لغايه 1000 صفين من 1050 لغايه كام؟ 1300 كام صف؟
ثلاث سنين. انا بالنسبه لي بسويت كام؟ مش من بين الرينج 1050 لغايه 1600؟ يبقى انا بالنسبه لي كام صفر؟ ثلاثه. قوم لي كده. ده الصف الاولاني. الصف الثاني. الصف الثالث. اكتب لي عليها كام؟ 2 في 10. 2 في 10. 2 في 10. هنا كنت انا 16. هنا التسليح ده هتحط لي هنا بس 16. عشان صوره برومو جديد عن 3 14 باي 22. هو لو دبس الكاميرا زاد عن 1300 بيزيدوا عن 3 ولا ايه كده؟ لو دبس الكاميرا زاد عن 1350 يعني 1310 لغايه كام بقى؟ 1600. هيبقى عندك كام صف؟ 4. مش هتديك مسافه بينهم على 500. ما هو يعتبر 1350 1600 اللي هي 1300 30 30 30 بس انت لما بتزيد عن 700 لغايه مين؟ لغايه ال 1000 تحط كام؟ صفين. اكتر من 1000 يبقى فيها كام؟ صف تاني وهكذا. انت على فكره الكلام ده احنا قبل كده عيب من اول وصفه. بس الكلام دي كام؟ 2 باي 10. 2 باي كام؟ باي 10. على فكره اقول لك على حاجه، طالما انت حط 3 صفوف من الشرينكج بار في الكاميرا يعني اكيد هتحط فيها كام؟ 3 صفوف برضه. ليه بقى؟ يعني بالنسبه لي دي 1200 ودي 1200. الاثنين ايه؟ 1200 بس ايه؟ هيبقى كام بقى؟ 12. ركز في الكلام عليهم، ده كده اول صف صح؟ ده كده تاني صف، شايف تاني صف؟ ما نزلش الاخر لان دي كام؟ دي كانت 800 صح؟ طالما 800 يعني المفروض ده انزل الاخر سوري. طالما دي 800 يعني كام؟ تنزل الاخر، خلاص اكتر من ايه؟ اكتر من 700 يعني كده صفين، اكيد الصف التالت اللي هيحصل له. ايوه 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 بسبب ايه؟ بسبب الميله دي. في مشكله؟ هتحط لي عليها كام بقى؟ 12. الشرينكج بار والباكنج بار مش بيتفرجوا مش بيتفرجوا، اللي بيتفرج ليه؟ الاريا سيد وليه؟ الاريا سيد داش. هفرج ازاي؟ ببساطه جدا الاثنين دول كام؟ 5 22 5 22 وفوق الاريا سيد داش صح كده؟ بس هو مثلا 4 18 ده كده بالنسبه لي 7 باي كام؟ باي 22. ده كده الصف الاولاني. ده كده صف مين؟ ده كده الصف الثاني اللي هو برضه كام؟ 7 22. وبعد كده هيبقى ايه؟ الشوكه. الشوكه اللي هي كده كام؟ 2 باي 22. ايه رايك في العمود ده؟ في عندك برضه سكه ماشي بالشكل ده كده، ده قيمته كام؟ 4 18. اكيد العمود هيتعمل ايه؟ شمال ويمين. في مشكله كده؟ يبقى انت ده هيتفرج تاني هنا. العمود يعني نص التاني يعني. ايه؟ نص التاني. نص على اليمين هو ايه؟ نص على الشمال، لازم تفرضوا له كله. في حاجه لو ايه رايك ان انا اعمل الارتفاع ده؟ اقل من الارتفاع ده خالص. يعني ايه؟ مش ده الفيجن؟ لما اتفرج الطول السيك اللي رسمته لازم افرضه نفس الطول. الكلام اللي بقوله ده استنبط، فاهم كده؟ في مشكله في اللي انا قلته؟ تاني تاني؟ 4 18 يا سيدي. المينيموم في العمود؟ 18 على الاي اس بي بتاع سيكشن 3. سيكشن 3؟ سيكشن 3. برافو عليك. مش ركز مع بعض. 25. لا طبعا. ده احنا هنكمل لغايه 6. 6؟ لسه ما خلصناش اصلا. لا انا ما فهمتش حته ايه. لسه الجيب. مش هنسى الحته دي. لسه ما عملتش حاجه اصلا. عشان كده بقول السكشن النهارده طويل. بس اللي انا قلته دلوقتي لما اجي اكرره مش هقعد اكرر نفس الكلام، هقعد ارسم تسليح على طول. هو مدها ايه؟